السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه فليمورا. البرنامج ده مهتم جدا بموضوع المونتاج بتاع الفيديو، في شوية خصائص حلوة. طيب دلوقتي هبدأ اختار بعض الفيديوهات، دي حاجات انا كنت عاملها زمان في مشروع. بالشكل دوت اي فيديو بتقف عليه بيبدأ يعرضه لك. لو انت عايز تاخد منه لقطة فبتقول له انا عايز اللقطة ديت، فبيبدأ يجيبها لي على هيئة صورة. دي علامة ان دي صورة ودي علامة انها فيديو. اقدر اسحب اي فيديو واحطه بالشكل دوت، فبيقول لي انت عايز تحتفظ بالمقاسات بتاعه ولا تعدل على المقاس الافتراضي. فانت بتشوف انت عايز انهي واحد، يعني عايز كام فريم في الثانية، 30 فريم في الثانية ولا 25 فريم في الثانية. تمام اهوت، وده المؤشر بتاعك. في اي مكان تقدر تقف وتقدر تقطعه لحتتين، وتقدر تعمل ديت لاي جزء، تقدر تعمل كروب. كروب يعني ايه كروب؟ يعني تقدر تيجي هنا وتقول مثلا لا ده انا عايز اعمل زوم على الجزء ده مثلا اهوت، فيلغي الباقي ويخلي هو الجزء ده هو اللي موجود. فلو تلاحظ هنا كان المشهد كامل، وأول ما نيجي هنا هيبدأ يعمل زوم على الجزء اللي احنا عاوزينه. طيب هقول له اوكي. هتلاقي ان انا ممكن اقدر اسحب اكتر من فيديو احطهم بالشكل دوت. ممكن تسحب الصورة، الصورة طبعا مش معروف هتقعد كام ثانية، فتقدر تعمل تغير فيها بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتلاقي خصائص مثلا زي الفيديو، ان انت تقدر تعمل كروب اند زوم، تقدر تعمل كروب تو فيت، او تقدر تعمل روتيت زي ما انت عايز. تقدر تعدل في السرعة بحيث ان انت ممكن تسرعها او تبطئها زي ما انت عايز، او تعمل ريفايز ان انت تعكس الفيديو بدل ما هو كان بيبدأ من هادي بقى يبدأ بالعكس. ودي خدعة كويسة جدا سريع. برضو لو عندك ملفات صوت تقدر تحط ملف صوت امبورت، لو في ملف صوت صور يعني ممكن اقول اوديو، وابدأ اشوف اي ملف صوت تقدر تسحبه وتبدأ تحطه كمثلا مزيكا معينة او حاجة زي كده. مش عارف عندي حاجة زي كده، خلينا اقول له صوت بس. طيب في عندي مثلا اهو الاوديو تقدر تتحكم فيه، هو يقدر يجيب لك حاجات جاهزة تقدر ان انت تسحبها وتستعين بيها. تمام زي مثلا افكت معين مثلا او environment sound تقدر ان انت تسحبه وتحطه هنا. ماوس كليك، طيب ممكن بعد كده تايتل اللي هو زي تكست بأشكال لذيذة، ممكن تسحب مثلا واحد بالشكل دوت. تدوس مرتين وتبدأ بقى ايه تختار هنا مثلا اي حاجة انت عايز تكتبها. اوكي وممكن تروح دايس هنا برضو في قلب الشاشة وتقول له مثلا بالشكل دوت وتقول له اوكي، فكده الفيديو هيمشي بالشكل دوت. طبعا هي معمولة بشكل ظريف اهو. ممكن تقول له النقلة من
من فيديو لفيديو او من حاجة لحاجة، في مؤثرات كتيرة جدا. ممكن نختار حاجة بروفيشنال مثلا زي كده، شايف النقلة حاجة روعة صراحة. الليبسكت بقى فيه شوية مجموعة حلوة، مكتبة جميلة جدا من الليبسكتات، تقدر تشوف حاجة زي كده. عمل بلور عليها، ممكن نختار مثلا ديت. طيب في element ممكن تحط مثلا علامة معينة زي كده، وهكذا. فهو في مؤثرات ظريفة جدا تقدر ان انت تستخدمها في اي وقت، وممكن في الاخر تقول له انا عايز اعمل اكسبورت، فبيقول لك بدون علامة مائية، فده هتدفع فلوس او هتصدرك 4K او كي فريم زي ما انت عايز. شوف بقى انت عايز تصدر بأنهي طريقة.